ليش عم تطلع؟ انت سألتي للدكتور؟ هو متأكد؟ ها؟ صار قايل كذا مرة انه كل شي بإيد الله. لا بقى تخاف خلاص. شايف الموضوع سهل كتير انه نربي كل هالولاد؟ ولك انت عم تنقوا انا بهالوضع؟ اي دخيلك يا الله صبرني. لو سمحت اطلع لبرا، نحن من خبرك بس تخلص العملية. تمام فهمت. لو سمحت طالع بعدي. أمينة لسه عم يجيكي مغص؟ آه إيه كتير. دكتورة لسه علمة. في شهرين بس فجأة بلشت انمغص. خدوا مريضة لجوا، تعي لهون بسرعة بسرعة. يلا اهدي شوي. إحسان عمل. ساعدوني. تمام شوي. ساعدوني. لا تروح إحسان، خليك معي، أنا تعبانة كتير. دكتورة دكتورة الجنين بخير ما هيك؟ لسه في شهرين ما بدي أولد هلأ. إذا بتريدي تهدي شوي. هالمرة ما رح تخلوني أخسر ابني، ما بدي أولد هلأ. اهدي حبيبي. إحسان لا تصرف، اعمل أي شيء. ليكي دكتورة، لما رجعنا من الإجازة مرتي ما عاد حست بالجنين، عم تقول إنه ما عم يتحرك. تمام فهمت عليك، بس لازم نفحصها جوا. ماشي، اجينا حتى نفهم شو عم يصير. نحن ما بدنا نخسر الجنين. إحسان إحسان مدري شو عم يصير. لا تخلونا نضيع وقتنا لو سمحتوا، صار لازم نفحصها. ما بدي أولد. أي لازم نفحص المريضة بسرعة لنعرف شو بدنا نتصرف. يلا إحسان. ما رح يصير شي لابني ما هيك؟ سهام سهام. شو هاي أول ولادة؟ ايه واضح مبين عليكم، بالسلامة إن شاء الله. شكرا. بكرة بتتعود، هاي تالت مرة بوقف هون. الجنين ما عم يتحرك. قصدك انه الجنين مات؟ بترجاكي قولي لي هو لساته بخير. للاسف يا مدام ما فيني اقول لك حكيم ودقيق، انا لازم احطك بالصوره، بعتذر منك. لا لا يا ربي لا. اهدي مدام. لا لا الله يحميكي. خلص لا تبكي، الله بيعوضك أكيد. هاي الولادة بتكون ولادتي الثالثة. نلعي من وشي نلعي. دكتورة تعي، هاي أعراض الولادة. اهدي شوي اهدي شوي. تمام اهدي أسرع، بلش تحضيرات الولادة. يلا يلا. شو بيعرفني شو عم يصير جوا؟ رح تولد. ايه كأنها ولادة مبكرة، وأنا شو بيعرفني؟ ما عم يقولوا شي. هالمشفى اللي نحنا فيه صغير، أنا ناطرة برا. ليكي إذا كمان هالمرة كان الطفل ميت ما بعرف شو. لا إله إلا الله. خدي نفس عميق. تمام خدي كمان نفس. كمان مدام كمان، برافو عليكي، أسرع. اهدي مرة تانية. شو وضع النبضة؟ طبيعي. ما عاد فيني. نفسي مدام. شهيق زفير. شهيق زفير. شهيق زفير، برافو عليكي. خدي نفس عميق، كملي كملي كمان. يلا رح نفتح. هذا ابني؟ لا هي بنتك. مبروك استاذ. شكرا.
معناتها هذا ابني. وأخيراً الحمد لله، الحمد لله صرت أب وعندي ولد، وأخيراً إجاني ابني الحلو. الحمد لله، ألف مبروك يا أخي. صار عندي ولد وصرت أب كمان. إيه غرام تابعي، برافو. سول سي لا. شو بدك؟ بكفي خلاص. حاجة؟ لا تعيط بوشي، كل عم يسمعك. خلاص. خلصنا إحسان لو سمحت. ما عاد فيني اتحمل، بكفي. انتبهي، لا تجبريني أعمل شي ما بدي أعمله، كأنه مو عايشين ببيتنا. غرام نحن خلينا نتابع درسنا. اتحمل. ايه عم تحكي وكأنه يلا حبيبتي يلا غرام كملي يلا. نفس الشي، قرايبيني ما بيناموا عنا مثل قرايبينك. شو بدك أعمل؟ قلعهم يعني؟ قرايبينك ما فيهم ذوق، ما بيتركوا دور لغيرهم. ما عاد فيني اتحمل الحالة. لا خلي إحسان، لا تخليني أكرهك. أنا اللي صرت رح أكرهك. مليت نفس الحكي، بس يجوا أنا رايح، وعلى هالبيت ما عاد رح أرجع. وشي ما عاد رح تشوفيه. أنا عم قلك يوم واحد ما بقى فيك تتحملهم هلا. ما عاد بدي شوف وشهم بالمرة، كرهتهم، مليت منهم. إحسان خرسي ولا حرف. أصلاً أنا يلي مليت منك، بكفي. لا عن جد؟ إذا مليتي هاي الباب قدامك. لا تتقاتلوا لو سمحتوا، خلص لا عاد تعيطوا. غرام. أمي. بابا. غرام بترجاكم. لا تزعلي حبيبتي. يا عمري أنتي. ماما خلص لا تبكي. يا روحي. غرام بنتي، نحنا كنا نحنا منعتذر، آسفين كتير بنتي. أنا وأمك عم نتناقش. شايف عجبك اللي صار؟ ايه كتير عجبك انتي؟ شو هالمصيبة هي؟ الله يريحني، لا خلي من العيشة. غرام. غرام روحي من هون. معقولة عم تحكي مع ماما هيك؟ لا عيب بنتي. انتو بتحكوا سوا أبشع من هالحكي، بسمعكن شو بتقولوا. انتي وبابا دايما بتتقاتلوا. غرام حبيبة قلبي، أحيانا الأم والأب ما بيتفقوا ولهيك بيتقاتلوا. لا بقى تتقاتلوا، ما في داعي للخناق. ايه معك حق، بعد فترة كل واحد فينا رح يفهم غلطه ووقتها منتصالح. لما انتو تعيطوا بخاف كتير منكم. اوف سامحيني يا روحي. امي. هم. لا بقى تتقاتلوا سوا لو سمحتي، وعديني. ايه حبيبتي انتي لا تزعلي، انا بوعدك بنتي. تمام؟ وعد؟ وعد. شو رأيك نروح نلعب بالحديقة؟ موافقة، يلا نلعب. القطة والفار. انتي القطة. ايه تمام. لا تفرحي كتير، ما فيكي تمسكيني. رح اركض وراكي والقطك. انا سريعة. ما رح تمسكيني. مدام سهام، مدام ميسون على الخط. ما فيكي تمسكيني ماما، انا اسرع منك. ايه ميسون اهلين حبيبتي. امي نحن عم نلعب. تركي التليفون. ايه ايه بتحكي بعدين. ايه ايه تمام انا معك. يلا تعي حبيبتي، لعبي بالطابة، بعد شوي منلعب سوا. ايه لا عن جد رجعت سالي من لندن؟ شي حلو، خلونا نجتمع سوا. لا هلا ما فيني اطلع، تعوا انتو لعندي، لازم نلتقي لانه كتير اشتقت لكم. ايه قليلي شو في اخبار كمان؟ معقول؟ يا ريت عندي اخ او اخت. بدك تحكي لي بالتفصيل. مو معقول، ما كنت مليت بالمرة. تعال هون لا تهرب. جيبه جيبه. لعنا يا لا، هذا عم يقل الادب. شوفي تركيني امي انا بفرجي. تعال هون ولا انا يلي بدي فرجيك. امشوا قدامي. اه وين اخذتهم يا اولاد؟ بالبيت.
ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة ولاد صوت جراس عم بترن بعيد. لاي لاي لا لاي لاي لا الليلة ليلة عيد. أريج برافو عليك يا شاطرة. ماما جبتي لي اللعبة معك؟ لا حبيبتي، بس لحتى أوفي ديوني تكرم عيونك بوعدك جيب لك أحلى لعبة بالعالم. أنتي وعدتيني الشهر الماضي. أمي جوعانة كتير. قول لأخوك يجيب بيضتين من إن الجاج، تعبانة مالي قدرانة أطبخ. أمي ماشي أريج رح جيب لك ياها الشهر الجاي. ماشي رح أشتري لك فستان ولعبة. لو أبوكي كان عايش ما كان وضعنا هيك. محمد استعجل شوي. أنا ما بدي روح، ما في غيري. قليلي إمتى رح يصير في عندي ألعاب كتير؟ الله كريم حبيبتي. وهلأ يلا يا عمري روحي على أن الجاج جيبي البيت. استعجلي أمي خلي إبراهيم يروح. بس إبراهيم بكسر البيضات، وإذا انكسروا شو بدنا ناكل ساعتها؟ يلا يا بنتي الحلوة، يلا حبيبة قلبي انتي. عمو حسن. ايه بنتي؟ تلعب معي بالطابة؟ انا عندي شغل هلأ، العبي مع امك. امي كمان مشغولة وكلكم مشغولين. اوف شو هاد؟ يا ريت كان عندي اخ او اخت. غرام مي؟ أنا بدي تجيبي لي أخ. عمل لي كتير لأنه يا روحي نحن كم مرة صرنا حكيم بهالموضوع هاد. أنا وأبوكي ما بقى فينا نجيب أولاد. بس أنا بدي يكون عندي أخ. طلعي قدامي شايفة؟ هذا لإلك، عندك بيت حلو ومو ناقصك شي، وعملنا لك كل شي ممكن تحتاجيه بحياتك هلأ وبعدين. تعرفي يا حبيبتي يا غرام كم ولد بيتمنوا يكونوا مكانك؟ انتي محظوظة حبيبة قلبي. لا أنا مو محظوظة، أنا وحيدة وعمل لحالي. حبيبتي المصاري حظ حلو، هلأ ما رح تفهميني بس بعدين أكيد بتفهمي. أصلاً أنا ما بدي يكون غنية، بس بدي يكون عندي أخ. غرام غرام يا ريت لو في عندي أخ أو أخت، وما بدي منكم أي شيء تاني. ما أقدر أتدبر كل مصاريف هذا الشهر، طلعت لي مصاريف مو حاسبتها. الحليب 20 ليرة، الكهرباء 44 ليرة. إيه بس ما عم نشغل الضو بنو. وقفي وقفي شو بدك؟ بدي ألعب بالطابة معكم. هي اللعبة للصبيان، روحي أنت لعبي بألعابك. بس أنا ما بدي ألعب لحالي، بدي ألعب معكم. أريج لا تخليني أعصبها. أمي خلي أريج تبعد عنا. أريج تعي حبيبتي تعي تعي. هطبص إيك مش منيح. لا تخاف. أمي إبراهيم ومحمد ما بيحبوا يلعبوا معي. ستة يلا. ما بيصير تلعبي بألعاب الصبيان، أصلاً ألعاب البنات أحلى بكتير من ألعاب الصبيان. ماما أنا ليش ما عندي أخت؟ يا ريتك يا ماما لو انك جبتي لي اخت كنت لعبت معه. هي اخواتي الصبيان لانهم اثنين عم يلعبوا مع بعض، لو كان عندي اخت ما كنت مليت. بكره رح اسمح لك تلعبي للمسا مع بنات الجيران منيحه؟ رح تخليني للمسا؟ ايه. طيب وشغل البيت؟ مو مشكله انا بشتغل كل شيء اتفقنا. أريج عطينا الطابة. يلا زتيها. يلا زتي لي إياها. هاتي. خلي. أريج أنا رايحة أنظف بيت الست نورة. قصدك الخالة نورة يلي ساكنة بشارع الزنقيل؟
اصحك تطلعي برات الحارة، اتفقنا؟ اتفقنا ماما. أريج رحتي من قبل وزرتي شارع الزنقين؟ أوهو كذا مرة رحت. تاخدني ماما معها لما بيكون في عندها شغل. كلها شوي، كيف بيكونوا بيوت الزنقين؟ ماشي. فيه غرف كتير ومن جوا كبيرة. قديش كبيرة؟ الغرفة الوحدة عندهم بتوسع كل حارتنا. يلي بتنظف البيت غير يلي بتعمل الأكل عندهم، ولكل ولد بالبيت غرفة خاصة فيه وفيها كل شي. عندهم ألعاب كتير؟ أوهو كأنهم فاتحين دكان، عندهم كل شي. مرحبا، أنا اسمي شيرين، شو رأيك نصير رفقات؟ أنت ما عندك رفقات؟ لا. ما عندك إخوات؟ لا. معلش ألعب أنا وياكي؟ أعرف ما بيهمك غير المصاري. بلا هالحكي الفاضي هاد، شو عم تحكي أنت؟ بصراحة ما توقعت منك كل هالشي، عم تلعب على كل الحبال، مو معقول. أنا أنت كذبت عليكي. من كتر ما عم بتكذب ما عم صدقتك بأي شي. بتقلي رح اجي 9 بتروح وبتجي 10، وبتقلي رح اجي 10 بتروح وبتجي 12. انت ما بتعرفي شيء ولا بتعرفي قديش بياخد وقت. مفكرتيني عم بتمشور او مفكره عم بكذب؟ عم تخلي مشاكل من تحت الارض. شو بدك احكي؟ انت فهمني لوين بدك توصل. انت بتخلق مشاكل على طول. انت السبب. بكفي بقى، لا تصرخ. انا ما عم صرخ، عم بحكي. قلت لك اني مليت، قلت لك رح طق، وقلت لك لا بقى تضغطي علي. لك انت شو طبيعتك؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ شو ما بقلك بتروحي بتعملي عكسه؟ مش هي مرة واحدة تهتم فيني وتسأل عن حالي وتشوف إذا ناقصني أي شيء؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ ما عم بعرف انت شو مشكلتك؟ لك أنا بوادي وانت بوادي وبتضلي عم تعانديني. شي مرة جرب تكون معي وتسمعني وقتها بعمل اللي بدك ياه. ليش انت امتى سمعتيني؟ مو شاطرة غير بالعناد، هذا كل شيء عم تعمليه. ايه برافو، عم بتطالع حالك مثل الشعرة من العجين. أنا الغلطانة على طول. لو ما عم بصبر هالزواج ما كان استمر، بس أنا اللي عم بتحمل المسؤولية لحالي. مو معقول. رجاكم بكفي. بس تحكي إني عم عيط. لكان أنت الوحيد اللي لازم تعيط بهالبيت. شو عم تحكي؟ أنت اللي دائما بتهربي وأنا بتحمل المسؤولية. بكفي حكي فاضي، ما عاد بدي أسمع شيء. قررت رح طب أغراضي وروح من هون. إيه مع السلامة. كنت عم بتحملك مشان البنت، بس هلا خلص ما عاد فيني أتحمل. انتبهوا على السجادات، هدول حرير غاليين كتير، تغسلون عيديكن. ماشي؟ خلاص لا تشغل بالك. لا تخافي يا شيرين، اتفقنا؟ لا تقلقي، أنا معك ماشي؟ وما رح أتركك أبداً. لا تخافي. لوين بدنا نروح؟ لسه لهلأ ما بعرف شيرين. خلينا نرجع على البيت. حابة ترجعي لعندي اللي بيتقاتلوا؟ لا ما بدي، وأنا مو حابة. شو رأيكم نروح نشتري بوزة سوا؟ ما معي مصاري. أنا معي. يلا نروح. منروح على الدكان اللي برا يلي بالحارة ما عنده. تمام يلا نروح. أريج وين رايحة؟ شو دخلك؟ أنا رح أقول لأمي عليكي. لوقتها بكون رجعت وأنا يلي رح خبرها. صرنا بعاد كتير. تعرفي أنا جوعانة، لا تكذبي علي.
انتي لعبة ومستحيل تجوعي. بس انا جوعانة، ما كنت بعرف ان الجوع صعب يا شيرين، ما عاد فيني اتحمل. خلينا نرجع لكان، بس ما فينا يا شيرين. نحن ضيعنا الطريق. ما لقيته غرام لهلا. لو طلعت من البيت كنت رح شوفها. ما طلعت مدام. دورت بالغرف ما لقيتها، وحتى بالسقيفة ما خليت مكان ما دورت فيه. وين راحت البنت؟ يا الله ساعدني بهالمصيبة. أنا رح دور حوالين البيت. الجوز طلعت تلعب، ما بظن تكون بعدت مدام. لا تقلقي. تمام روح بسرعة يلا. لا تقلقي مدام، بتكون طلعت تلعب مع رفقاتها. ليش هي في عندها شي رفيقة لتروح تلعب معها؟ وين رحتي يا غرام؟ يلا بسرعة روحي جيبيلي الموبايل يلا لك بسرعة. وينك يا بنتي؟ وينك يا روحي؟ أنا بدي من هي النكهة، بحب الفانيليا. أنا بدي إياها بالفواكه، ما بعرف محتارة كتير. في منا بنكهة الفريز؟ أنا ما بحب الفريز. عائشة؟ أنت رح تدفعي لي مو هيك؟ إيه أنا رح أدفع لك حقه. على بالك تاكلي بوزة مو هيك يا شيرين؟ أنا حابة أكل بوزة. أنا رح أنطركن هون. أوف توجعتي شي؟ لا. لعبتك حلوة كتير على فكرة، هاي لقلك؟ وهي البوزة إلك كمان؟ شو اسمك؟ غرام. طيب شو اسم لعبتك؟ أنا اسمي غرام ولعبتي اسمها شيرين، وأنا اسمي أريج. أنا أول مرة بسمع بهذا الاسم، شو الغريب؟ يا الله منك. شوفي قديش بيشبهوا بعضهم كأنهم توأم. ما شاء الله. الله يحميهم من العين. آمين. مظبوط غرام، انتي بتشبهيني كتير، وانتي بتشبهيني كمان. ايه من سنين بنت صغيرة. لا ايه ضايع، قولي بالك يا مدام. مو معقول. لا دخيلكم. لا ابدا بنتي. ما عندها حدا تروح لعنده. بنتي وين راحت؟ ايه بنتي. لا تخافي رح يلاقوها. اخ يا غرام يا عمري، انتي ليش رحتي وتركتيني؟ خطفوها غرام، بدي اياها. اخ جيبوا لي بنتي. احكي لي شو في عندكم بالبيت كمان؟ عنا مسبح. بحياتي ما سبحت فيه، بس بعرفه، شفته كذا مره، يعني بيشبه
طشت الغسيل بيكون كتير كبير، بتعرفي الطشت مو هيك؟ شو قصدك؟ كيف شكله؟ مو شايفة طشت غسيل من قبل؟ لا. أوه، شكلك ما بتعرفي كتير شغلات. قليلي كيف شكله هذا الطشت؟ شكله مثل مسبحكن بس هو أصغر. أوف شبك يا، ما فهمتي علي؟ كأنه مسبح لشخص واحد بس. لما تنقطع المي عنا بالبيت بتجيب أمي الطشت وبتحطه بنص الصالون. غريب، معقول بتحطوا المسبح بنص الصالون؟ واو، ايه نعمل هيك وقت تنقطع المي عنا. ليش؟ كيف بدنا نتحمم والمي مقطوعة يعني؟ نحن دائما بالشتاء بنتحمم حد الصوبيا. شو الصوبيا؟ وكيف شكلها هي؟ مبين عليكي انك ما بتعرفي شي. قديش جهلة يا بنت؟ وين بتدرسي انتي؟ مدرسة خاصة. على كل حال مبين كأنه بيتكن بيسلي كتير. نحنا ما عنا طشط بالبيت. يا حرام زعلتيني، يا ريتني اتحمم بالطشط. محمد جاي لهون. مين محمد؟ بسرعة تخبي بسرعة. لك وينك من الصبح انتي؟ شو؟ من وين كل هالتياب الحلوة؟ امي جابتهم. ابراهيم تعال تطلع شوف امك شو اشتريت لاختك. اوه طالعة مثل الزناجيل. روحي على البيت لا تتأخري، امك اكيد رح تبهدلك. يلا تعال خلينا نلعب طابة. يلا. لو أنا كان عندي إخوات إبراهيم ومحمد. إذا بدك خديهم، أنا ما بدي إياهم. عن جد عم تحكي؟ عن جد بدك تعطيني إخواتك؟ طبعاً خديهم الاثنين. يلا روح دور لي عليها ورق. حاضر. وبدي إياك تنتبه. أمرك سيدي. هلأ لازم ندور بالشارع. لا تقلقوا، رح نجمع كل التفاصيل الصغيرة ورح نلاقيها أكيد. أكيد رح. لا قولي بنتي بترجاكم. نحن بلغنا جميع الوحدات ورح ندور بالمشافي. هيا مشافي هي. يا الله احفظ لي بنتي وكون معها. روقي حبيبتي بكفي. خلص روقي روقي رح نلاقيها. توعدني؟ ايه بوعدك. تفضلوا هاي صورة غرام. يا بنتي وينك؟ وزعوا على جميع الوحدات. خلونا نفوت. حاضر سيدي. يلا خلونا نتحرك. ساعديني لو سمحت. يلا يا يلا عمر يلا. حاضر سيدي. انا صار لازم ارجع على البيت. هلا امي بتقلق علي. وانتي رجعي على البيت. ما بدي ارجع. وليش؟ هربت من البيت بدون علم اهلي. شو؟ هربتي من بيتك؟ لك حاش تعيطي. اذا حدا سمعك رح ياخدوني على البيت فورا. وانا ما بدي ارجع على البيت. بابا وماما بيضلوا عم يتخانقوا دائما. انا ابي متوفي. بتمنى يكون عندي اب مثلك. اوف غريبة، دائما بمل بالبيت. شو انتي هبلة؟ لو انا كان عندي بيت مثل بيتكم ما كنت طلعت منه. ليش؟ مين قالك اني بطلع من البيت؟ لو كنت ببيتك مستحيل مل. وأنا لو كنت ببيتكم ما رح مل أبدا. يا ريت كنت عايشة ببيتكم. يا روحي غرام
وين رحتي يا قلبي؟ اشتقت لك. لو سمحتي اهدي يا مدام شوي وبتلاقيها رجعت. وين بدها تكون؟ هلأ بتشوفي رح ترجع. كل يلي صار بسببنا. آخ يا بنتي رجعي لحضن أمك. يا مدام إحسان بيك راح المخفر، لا تقلقي أكيد راح يلاقي غرام. غرام يا روحي رجعي لعنا، اشتقنا لك. اتفقنا لكم، خلينا نبلش. يلا نشوف بسرعة. صرتي بتشبهيني كتير، معناها أنا هلأ رح صير قريش. خلينا نروح. تعرفي كيف تلاقي بيتنا؟ بلكي ضعتي يعني؟ أمي دائماً بتروح بتنظف بحارتكن، بس ما بعرف أي واحد بيتكن، بس بعرف الحارة. وإنتي عرفتي وين بيكون بيتنا؟ إيه بعرف. خلينا نروح. لكن بعد أسبوع؟ اتفقنا، دقي كفيك. يا ترى مو هي أريج؟ مرحبا أريج، شو رأيك نلعب سوا؟ نلعب سوا؟ إيه ليش لا؟ إيه سيدي هي بنتي، بترجاكم تساعدونا. ليش ما لقيتوا بنتي لهلأ؟ عم نعمل جهدنا، اهدي شوي. لا. كيف بدك يعني اهدى وبنتي ضايعة مني؟ فهمني. لا لو سمحت اهدي لك حاج بقى، حلو عني. فهمت عليك. إحسان إحسان، البنت اختفت من الصبح. طولي بالك مدام. لا طبعا نحن خبرنا الشرطة. تمام سيدي. غرام وينك يا بنتي؟ ارجعي لي. غرام غرام يا عمري وينك؟ وين رحتي؟ غرام وينك؟ وين رحتي يا أمي؟ ولما ركبت هي ربحت لعبه. يلا أسرع من هيك أسرع. يلا نكمل. ماشي. علمونا الليمونة بابا جاب لي ليمونة، علمونا الليمونة بابا جاب لي ليمونة، أشربها وأكلها وما طع مع حدا منا. إذا هي بدها قمحة والقمحة بطاحونة، أريد بطاحونة سكرة فيها مي معجره. قمت ناديلك هون مقص وهون حتى ما عم تسمعني. أريش. انا فزت، انت اللي خسرت. لا انت. يلا صار دورك تقوم تركض. لا مو دوري، انا اللي ربحت. بلا غش، يلا انت قوم. لا ما بدي. لك قوم ولا صار دورك. هي راحت أريش تكملوا لعب. ايه لكن شيلي ايدي. يلا لطلع وقلص بعدي. صار لي ساعة عم ناديلك، شو صار لك؟ ايه كنت عم العب على البيت. بكرة بتكفي لعب مع رفقاتك. حاجة شو هالنظرة هاي؟ ما اغلظت. يلا تعي خلص اتركيني.
يلا جاهزين؟ خلونا نبلش. علمونا الليمونة. انبسطتي باللعب مع رفقاتي؟ انبسطت كتير امي. تمام. هي هي الحارة. يا ترى اي واحد منهم؟ اوف غرام، غرام انت هون حبيبتي؟ غرام تعي بنتي تعي. الحمد لله الحمد لله، شكرا يا رب، الف الحمد والشكر لك يا ربي، بنتي رجعت لي سالمه غانمه. اهلا وسهلا، نورتي البيت. اهلا فيكي، كتير حلو. أريش فوتي لجوا، ليش لساتك واقفة على الباب هيك؟ بعدي من هون. أنا آسفة. ما رح سامحك. أريج لك ليش فايتة بكلاشك على البيت؟ يا الله دخيلك. لسه مبارح نظفت البيت. لكي كيف توسخت الأرض؟ أنا آسفة كتير. شلحي كلاشك لشوف. يلا بنتي أنا خلقة تعبانة من تنظيف البيوت كل النهار، ليش ما بتقدري تعب أمك؟ يلا تعالي ساعديني. يلا لشوف امسحي محل ما دعستي. تمام. أريج رح نلعب طابة أنا ومحمد، تكوني حكم؟ ايه موافقة. بنتي لوين رحتي؟ احكي لي لشوف. احكي بنتي شو صار معك؟ يلا ما رح أعصب عليكي، أهلك لازم يعرفوا. وين كنتي؟ يلا بنتي ردي علي. خلصنا أحسان، بلا أسئلتك الكتير اليوم. طيب مو مشكلة. حبيبتي خفنا عليك كتير، اوعك تعيديها مرة تانية. اي بنتي؟ اوف فهمنا يا، ما رح عيدها. شبكي لك بنتي؟ يمكن هي مصدومة بلا ما نضغط عليها. ايه؟ عمري انا وامك حابين انه نخبرك بشي مهم. انا وبابا قررنا ما عاد نتخانق مرة تانية ابدا ابدا، وهذا وعد يا غرام. غرام انا بحبك يا بنتي. وابوك بيحبك كمان. شوفي غرام شو بكي بنتي؟ ليش عم تبكي؟ خجلت شوي، شو عم بصير؟ مثل افلام الحب، انا بحبك كتير. هذا تأثير الصدمة، طبيعي طبيعي. بتحبوا تشربوا شي قبل الأكل يا مدام؟ لا يسلموا إيديكي. شو جاتي بنتي؟ بتحبي خليها تجيب لك شوية مقبلات هلأ؟ لا جاي عبالي شي تاني. أنا على بالي صلصة بندورة. عن جد صلصة بندورة؟ حاسستك مشتهيتية كمان. Thank you.
فيك تحط شوية جوز فوقهم كمان مو هيك خالة؟ جول! لا هاد مانو جول. بلا هي الشوطة جول. لا طلعت برا من جنب الخط. لا جول. اسأل الحكم. اسأله. أريش هاد جول ولا لا؟ تمام. رح قلكم قراري. جول! مو صح، ليش حسبتي؟ انتي صافة معه. فزت عليك. يا ويلي شو كل هالأكلات؟ عفوا؟ يي شو هذا غرام؟ ليش ما بدلتي تيابك قبل ما تاكلي؟ لأنه متوسخين شوي بس، وأنا ما بدي تعبك. مرحبا، شو عملتوا الأكلات اللي بتحبها بنتي الشطورة؟ أكيد يا بك. تفضلي. بدنا ناكل كل هالأكل؟ ولا رح يجوا أهل الحارة كمان يأكلوا معنا؟ أوه ريحته بتجنن. الأكل. يلا لك أريش، مالك جوعانة حبيبتي؟ بلا جوعانة. يلا كلي. حاجبكم لعب بقى، يلا كلوا. بطني رح ينفجر. سلامتك، صحتين وهنا حبيبة قلبي. يسلموا إيديكي أمي. إمتى عملتي كل هدول الأكلات؟ سهام، فينا نحكي شوي مع بعض؟ والله يا ريت. تفضل حبيبي. لك شو صار لهالبنت؟ ليش هيك؟ طلعت من البيت يوم واحد، شو اللي مغيرها هالقد؟ ما بعرف، شو معقول يكون صار؟ لازم نعطيها شوية وقت إحسان. ليش؟ ومن إمتى بتحب الصلصة؟ بيكون حدا بالشارع عطاها سندويشة وعليها صلصة وحبتها. ولا هي منين بدها تعرف هذا الأكل؟ شو بدنا نعمل؟ ناخدها على دكتور نفسي؟ دكتور شو؟ ما وصلنا لهالمرحلة، خلص منلاقي حل لهالقصة. تركيهم يا أنسة، هذا شغلي لو سمحتي. متعودة أشيل الصحون، أنت بتجلي الصحون وأنا بغسلهم بالمي، عادي بحب الجلي، والمي هون سخنة وظريفة. هاد شغلي حبيبتي. لا معلش خليني ساعدك، أمي رح تنبسط. لو سمحتي تركيهم، فيكي تقعدي وترتاحي. لو سمحتي أنسة غرام، ما تتعذبي، أنا بشيلهم لحالي. والله ما ردت علي، أخذتهم ومشيت. أصرت علي إنه بدها تجلي معي الصحون. أه؟ كيف؟ هي قالت بدها تجلي الصحون؟ غريبة ما
المطابخ الزنقي. خالته وين حط سائل الجلي؟ هي لولي يلا بدي بلش بالجلي. لا لا ما عم صدق اللي عم بيصير. أنسى غرام، هاتيون، نحنا منحط كل شي جالي بالجلاية، هون بينغسلوا بسرعة. نسيلي هالجلاية، رح تصرف كهربا، رح نجليون عايدينا أحسن. أوه، بهالحالة بتجي فاتورة الكهربا كبيرة، مو هيك بابا؟ ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد زينة ولاد، صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد ليلي. لاي لاي لاي، شو بدنا نتصرف؟ لاي 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 لاي. أنا ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عم فكر زينة ولاد، صوت جراس إنه بتعرفي شي دكتور نفسي شاطر أنت؟ أو دور أنا. لاي 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 لاي، ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد زينة ولاد، صوت جراس عم بترن بعيد. لاي لاي لا لاي لاي لا لاي 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 لا. أريج تعالي لمشط لك شعراتك. يلا. إيه؟ من وين جبتي ربطة هالشعر؟ أنا ما اشتريت لك ياها. هاي وحدة رفيقتي هي اللي عطتني ياها. أريج نحن ما بناخد غراض من حدا، عيب ما بيصير. أنتي لازم ترجعي لها ياها، اتفقنا؟ أمي أريج كانت لابسة ثياب غير هدول، فستان مرتب، كانت مبينة مثل الزنقيل. كانت لابسة غير هدول الثياب، شو قصدك؟ أريج عن جد عم يحكي؟ تعرفت على بنت غنية وبعدين بدلت ثيابي معها، بس إنه ما طولنا رجعنا ولبسنا ثيابنا. قليلي أريج، أنتي لبستي ثياب البنت لأنه ما عندك مثلهم يعني؟ يا عيوني أنتي، لهالدرجة كان عجبك فستان البنت؟ طيب ليش ما قلتي لي؟ رح اشتري لك فستان جديد بكرة، اتفقنا حبيبتي؟ لا تخلي شي ببالك يا عمري، بس قلي لي ايه وانا بشتري لك اللي بدك اياه. يا عمري انتي والله ما رح خليكي تخجلي قدام رفيقتك. يا سلام، شو هاد؟ غرام شو صار لك بنتي؟ ولا شي، اشتقت لغرفتي. غرام وياك تطلعي من البيت لحالك مرة تانية، فهمتي؟ والله العظيم ما رح روح يا أمي، شو أنا جنيت يعني؟ شو عم تقولي أختي؟ مفكرة حالة زنقيلة. شو حابين تاكلوا قتلة كأنه؟ تمام تكرم عيونكم. خوض اضربها انت. شدي هاي، ما تخليها تفوز. خدي. ليش بس عم تضربي علي؟ شو شبعتي بنتي؟ ايش بعت؟ صحتين. يعني صار فينا هلا نبلش بالدرس.
درس شو؟ ما فهمت. مرحبا يا غرام، نسيتي شو أخذنا المرة الماضية؟ لا ما نسيت. يلا عادي حبيبتي. يلا عادي ماما. يلا يا روحي. غرام شو عم تعملي؟ أنا عم ألف غنية. شو فقتي؟ ايه وجوعانة، لسه ما جهز الفطور أمي؟ عم حضره حبيبتي. بس يصير جاهز نادولي لأجي ماشي؟ تعي ساعديني شوي. أريج شو مفكرة حالك أميرة وما بتساعدينا؟ شكلي عم تحلم هاي، راح أقرصها بلكي بتفيق. لا تتغلظوا عليها، خلص لا تضايقوا أختكم. خود يلا مدة. أريج جيبي لي البيض حبيبتي. ما في بيض هون، وينهم؟ يا الله دخيلك، مو من البراد، من إن الجاج. من إن الجاج؟ منكن وضع بنتكن ما بيخوف ابدا، بسيط. شفت قلت لك وضعها عادي روق. صح منيح. ليلي هي ليش عم تتصرف معنا هيك؟ العلاج الوحيد للطفل هو تقديم الحب والحنان له. ويبدو انتم انشغلتوا بحالكن ونسيتوا تديروا بالكن على بنتكن. لا ما فهمتينا، هي ما عم تتصرف مثل ما بتتصرف بالعادة، يعني هي بس هي متغيرة. ايه يا محترم، تركت البيت والسبب لأنه أمها وأبوها هاملين وما عم يعطوها اهتمام. وكمان أنا اللي حسيته بوجودي توتر. صح، بالبيت في توتر، الأم والأب في حساسية بيناتهم، وهذا بيعمل حالة نفسية عند الطفلة ورح تتغير للأسوأ. طيب يعني هي ليش عم تتصرف كأنها بنت تانية؟ بعد ما طلعت من البيت ليوم واحد رجعت لعندي بغير عقل تقولي بنت تانية. صح هذا اللي صار هيك بسيطة. أنا عرفت سبب هالتغيير، بنتكن عم تعاقبكن على أغلاطكن. كيف؟ إمتى رح تطيب؟ يعني لإمتى رح تضل على هالحالة؟ بداية من هاليوم حتى نهاية العالم رح تطيب على مهلها. ها؟ وشو استفدنا من حضرتك؟
حددي لنا مدة، يوم، شهر، قديش؟ أنا بحكي بالعلم والطب يا سيد إحسان. بالله؟ يعني بفهم منك من هلأ لآخر العمر يعني؟ بسيطة. هلأ رح أشرح لكم شو رح يصير بعدين بهدوء. حضرتك لما تصلح حالاتك مع مرتك بتطيب. يلا قوموا خلونا ننظف هلا الصوبيا ونشغلها، ما نظفتها من الشتوية الماضية. عم العب امي. صوبيا وينها؟ كل هالصوبيا مو شايفتيها؟ يا الله دخيلك. لسه قاعدين؟ شو عم تتدللوا؟ خلصوني. شو حلوة، خد هاي مدها هون يلا. اوف كنا عم نلعب هلا وقتها. ايه حطها منيح. لسه بكير على الصوب يا امي. مسك هذا الطشط، تعال ساعدني بالبوري. مسكه منيح، اسحبه لتحت. امسكه منيح، يلا امسكه امسكه منيح، لا تفلته. شد ايدك شوي ثبته. يلا ساعدون ابراهيم. امسكه منيح، لا تشعبوا هلا، خلصنا سببتي هيك احلى. شوف يا محمد خلص مو وقتها هلا. بس يا قريش خلاص، ولك وسختوا ثيابكم، لك وشو عملتوا؟ ابني سبته منيح من تحت. خلاص تعال لك لك. اوف مليت كتير. يا الله ما في حدا هون، يا ريت لو رفقاتي كلهم يجوا يلعبوا معي. اوف ما عم تطج. مو شايفتي انا مشقوقه؟ بلا شفتها محمد. انت لوين رايح؟ عالدكان. محمد جيب لي طابة معك وشي لوحين شوكولا وجيب شوية بزر كمان، ونقي الطابة لونها أحمر لا تنسى. شبكي جنيتي؟ طيب خليها خضراء أو زرقاء. في معك مصاري؟ لا. ها هلا ماما بتعطيني. أمي قال أريش بدها طابة وشوكولا وبزر. يا ربي دخيلك، شو نحن فاضين ومعنا مصاري لهالشغلات بنتي؟ بس أنا بدي إياهم. إذا جوعانة فوتي كلي، عملي خبزة وحطي لها شوية كاتشاب. آه ليكي أريش رايحة أكوي عند الست نورة، انتبهي منيح لا تتشيطاني. مي معلش تاخديني معك إذا بتريدي. طيب تمام، بس شوفي ما بتعذبيني. تمام. وبهي المرحلة لازم تكونوا صبورين على البنت، ما بدي تضغطوا عليها أبداً وما تزعلوها. يعطيكي العافية، شكراً كتير عزبناكي. وأخيراً ضلوا احكوا مع بعض، بينوا بتحبوا بعض. هلأ فيني روح؟ مع السلامة. مع السلامة. وبينوا بتحبوا بعض وبتضلوا بتحكوا مع بعض. Yeah.
أنا أمينة، جيت مشان الكوي. أي 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 أي، ليش حاسة حالي شايفته لهالوش من قبل؟ ما بظن، مو معقول. يا عمو حسن. نعم. أنا رجعت على البيت. عمو ما عرفتني؟ شو عم تحكي؟ أنا غرام غرام. غرام بالبيت يا بنتي، جاي تكذبي علي؟ شكلك سمعتي غرام ضايعة فعم تقولي إنك هي اللي تاخذي محلها. أخ منك. عم قلك إنه أنا غرام، بدي فوت بعد لي. وقفي عندك يا محتالة، روحي من هون، يلا عبيتكن. بس أنا هاد هو بيتي. شو رأيك نروح نقعد سوا؟ الأب والبنت لحالهم. قلت أب وبنت لحالهم؟ يلا. صدقني هاد هو بيتي. هاد بيت رجل الأعمال السيد إحسان. اطلعي على حالك شو لابسة. شو بهم يعني؟ هاد البيت لإلي وأسر طوب قابي لإلي. روحي يا بنتي روحي، في عندي ألف شغلة براسي، روحي من هون يلا. يا عمو حسن. أريش؟ اشتقت لبيتي. أريش بنتي؟ لك شو عم تعملي هون؟ تعي لشوف. يلا غرام، في شغلات بدي أحكيها معك. أنا بدي نقوم نلعب لأني مليت. طيب منحكي بالأول ومنلعب بعدين. تمام بنتي. ليكي أنا لأني أبوكي وبحبك قد الدنيا ودائماً بكون عم فكر فيكي وبفكر بمستقبلك، قصدي إنه بعمل المستحيل كرمالك وكرمال أملك حياتك، وأنا بشتغل كتير وعم بتعب كمان، يمكن لهيك عم يصير أحياناً شوية مشاكل بيني وبين أمك، بس هالشي كرمال عيلتي ومستقبلكن. إذا بدك ارتاح شوي لأنك عم تتعب تقوم نلعب سوا؟ سمعتيني شو حكيت؟ وانت ما عم تسمعني شو حكيت؟ عم قلك اني مليت. خلينا نلعب بالطابة لاني رح طق من الملل. اوف، كلكن بهالبيت حياتكن مملة. شو هاد يا اوف يا الغبرة معبية البيت كله. أنا مليت كتير، مليت. أوف أريج أريج. إيه أمي. تعي لقلي مسكي نطفي برا وأنا رح فوت حضر الأكل. ليش طافنا هيك؟ امسكي لشوف، خدي بس اصحك تبلل تيابك. تمام تمام. ما رح بللهم. مرحبا أريج. أي بكفي ترشيني حاجة. لك وقفي. ماشي أنا بفرجيكي لكان. غرقتيني. عطيني لقلك. ييك لك شو هذا يا بنا؟ رح أغرقك. استاهل. خلاص وقفوا. بكفي. لك خلاص يا بنات بقى. شو هاد؟
أريج تعي حبيبتي، تعالي كوي عني هدول، ظهري عم يوجعني كتير. غرام، ليه هيك عم تاكلي؟ لأنه طيبة. بنتي، هيك تعلمتي تاكلي الحلو؟ اي شو يعني؟ ما بيصير. لا، أصلاً عادي بيصير. غرام، شوفي كمان بنتي، ليش ما عم تاكلي بالمعلقة المخصصة للحلو؟ ما بدي، أنا حرة. غرام، روحي على غرفتك. تركي صحنك هون. أوف، شو هذا يا؟ أنا مليت منكم، تدخلوا بكل شي وما عم تخلوني أكل على راحتي، وخدوا صحني ما عاد بدي إياه. أنا مليت من كتر الأوامر يلي بهالبيت. بنتي، أوف. غرام، شو هالطريقة اللي عم تحكي فيها؟ اهدى حبيبي، بترجاك لا تعصب، تذكر كلام الدكتورة النفسية، ما لازم نتعامل معها بقسوة، بدنا نتعامل معها بحب وحنية، لازم نتفهم وضعها. ايه، وأنا مين بيفهم وضعي؟ كل شي رح يكون منيح. أنا بدي بنتي القديمة ترجع. وأنا كمان. أوف، أنا مليت كتير. ما اشتقتي لبيتك؟ بلا. وما اشتقتي كمان لإبراهيم ومحمد؟ بلا كتير. ممكن تقولي عن بيتك إنه ممل، وإنه حياة الزنجيل أحسن منك، وإنه أولاد الزنجيل ما بيعرفوا شو يعني ملل. الحقيقة طلعت مختلفة، مشتاقة لأمي وإخواتي كتير، واشتقت لبيتي كمان. وعد بكرة لما نرجع على بيتنا ما عاد رح أقول إني حاسة بالملل أبداً. أكيد وعد؟ طبعاً وعد، وحياة الله هذا وعد مني. أريج، لك شو عملتي أنت؟ هيك حرقتي التياب؟ ليش عملتي هيك فهميني؟ وفكرتيني عم اشتريهم بسهولة؟ أوف، حاجة تعيطي علي. وأنا شو عرفني كيف بيكون الكوي؟ لا بعرف إكوي ولا بدي أتعلم، مليت منك ومن أوامرك. والله ما بعرف شو صار لها البنت، شو اللي مغيرة كل هالقد؟ يا الله، كأنه راحت أريج وإجت وحدة بدالة. كان طلع ممل كتير كمان. أنا اكتشفت إنه بيتي أحسن مكان. اشتقت لماما وبابا ولغرفتي وبيتنا. يا ريت فيني كون بالبيت هلأ.
صباح الخير. صباح النور. جوعانة شي؟ جوعانة. استني شوي وبيكون الفطور جاهز. تمام. قليلي لوين؟ ولا لمكان. حبيت اطلع وغير جو. انا بالحديقة. ايه طيب. وأخيراً، شو هالحياة المملة والصعبة هون؟ اكتشفت إنه بيتي هو أحسن مكان. صباح الخير مدام. صباح النور. غرام لسه ما فائت؟ فائت بس طلعت على الحديقة شوي. غرام حبيبتي وينك يا ماما؟ غرام إحسان إحسان مصيبة. غرام مو مبينة. كيف؟ ما لقيتها. نمشي ندور عليها، شكلها هربت مرة تانية. تعا يلا. متأكدة إنه رجعت هربت من البيت. لوين بدها تكون راحت يعني؟ ما راح تبعد. اهدي انتي، أكيد متخبية وعم تلعب معنا. عم قلك مالها بالبيت، راحت بنتي أكيد هربت. غرام معقول راحت من هون؟ وأنا شو بيعرفني؟ طيب خلينا نكفي من هون. وين رحتي يا بنتي؟ غرام يلا بسرعة. ايه شو صار لك؟ ها تعي نسألهم بجوز يكونوا شافوها. لو سمحتوا شفتوا بنت عمرها 8 سنين مرقت من هون؟ ايه كانت رايحة من هالطريق. شكرا امشي. غرام بسرعة. غرام شوفي كيف عبيتي الدنيا. آسفة مو بقصدي. عقلك مانو معك؟ صار لك كذا يوم على هالحالة هاي. روحي جيبي المقشة من الحمام. المقشة؟ ايه المقشة. المقشة يلا روحي خلصيني. يا ترى هي هي المقشة؟ إبراهيم طلع شوي. شو هي؟ شو انتي عم يشي؟ هي فتاحة مجاري. طيب شو المقشة لكن؟ طلعي من راسي يا. أوف يا أوف. إيه شو هالمكان هاد؟ أحسن مكان بالعالم هو بيتي. ما رح أقول مرة تانية إني مليت فيه وقررت ما عاد أهرب. أوف أريج يلا خلصيني. وين رحتي؟ تعي لهون. تعالي يا أريج تعالي نلعب مع بعضنا. شو ما بدك تلعبي معنا أريج؟ أنا ماني أريج، أنا اسمي غرام. شبه هيطقوا عقلاتها. إيه والله. استني أريج، أنت لوين رايحة؟ على بيتي. جنت على الآخر.
أريج! أوف. يا الله وين راحت هالبنت؟ شو عم يصير معها؟ محمد شفتها لأريج شي؟ قلت لها توقف وما ردت علي. قلت لها وقفي؟ شو يعني؟ كانت مستعجلة كتير. لوين كانت رايحة حبيبي؟ قالت على البيت. أي بيت؟ ما بعرف، كانت عم تركض من هداك الطريق. يا بنات شفتوا أريج وين راحت؟ ايه وقالت إنه هي مانا أريج. قالت مانا أريج شو يعني؟ قلنا لها تعين العاب، قال أنا مو أريج وتركتنا وراحت. من أي طريق راحت؟ قولوا لي يلا. من هون. يلا تعالي نكمل لعبتنا. يلا. عمهلك يا بنت، كنتي رح تندعسي، اطلعي على اليمين واليسار. شكراً كتير إلك عمو. شفتك. الحمد لله التقينا بصراحة، وأنا كمان خفت إنك ما تجي. حسيتي بالملل ببيتنا؟ آه أكتر ما بتتخيلي، وكمان تعبت. وأنتي مليتي ببيتنا؟ طقيت. قدي الحياة صعبة ببيتكم؟ مو مهم، أنا بحب بيتنا. كانوا عم يحطوا معلقة أو شوكة لكل نوع أكل، ولبين ما فكر كل وحدة لأي صحن كنت رح موت من الجوع. حرقت لك كنستك وأنا عم أكويها، وأمك عصبت علي. أنا مشتاقة لأمي، وأنا كمان مشتاقة لماما وبابا كتير. ما رح أقول إني حاسة بالملل مرة تانية، وأنا كمان بيتكن ممل كتير أصلاً. بصراحة بيتكن هو الممل أكتر. أنا بدي أرجع على بيتي، وأنا بدي أرجع على بيتي. بتمنى لو انك كنتي اختي، وانا كمان بتمنى لو انك اختي. ساعدني يا ربي، يا ربي ما عم صدق شو صار، ما عم صدق انه ابني مات. يا ربي ممكن سؤال؟ جوزك غني؟ كان ناطر هاي اللحظة من زمان مو هيك؟ رح يهتم فيه وبتعليمه أكيد. لو ابنك عاش كان رح يكون طفل محظوظ كتير. ما في داعي تحكي، لأنه ما ضل عندي ابن. كنت مجهزت له الغرفة، كنا عم نستنى تياب كتيرة وألعاب كمان والمربية، بس الولد توفى. يا الله، كل اللي طالبته منك ملاك من جنتك. ليش أخذته مني يا ربي؟ ليش؟ ليش؟
كيف؟ خدية قبل ما غير رأيها بحماية الله وبأمانتك كل العمر، وعديني تعتني فيها مثل بنتك، ما رح تحتاج شي، هي رح تكبر ببيت غني ورح يكون لها ثياب وألعاب كتير. بدعي لربي إنه يحميها. بوعدك أعتني فيها. عيشي حياتك حبيبتي. تعي بنتي، تعي تعي لعندي. غرام، أنا أريج أمي. ماما وأنا بكون غرام. روحي بنتي يا عمري، انتي يا روحي بنتي. سهام، شو شو عم يصير؟ حدا يشرح لي شو عم يصير هون. حبيبة قلبي، انتي بتكوني امي؟ هاي بنتنا يا سيها. يا عمري انتي يا بنتي، يا قطعة من روحي، الله يخلي لي اياكي. ما رح تاخديها، أنا مستحيل أعطي بنتي لحدا، أنا ربيتها، ما رح أسمح لك تسرقيها، ما رح تلمسيها، تمام؟ صح ما خلفتها، بس أنا ربيتها، وهذا المهم، الأم هي اللي بتربي، وأنا بكون أمها، أنا اللي بتقلي ماما، بس أنا، لا تحرميني منها يا مدام، لو سمحتي. بعدي عني، ما رح أعطي غرام لحدا. سهام، لا تحكي أنت، ما حدا فيكن يقرب مني، أنا بكون أمة أنا وبس. غرام، أنا خلفتك يا بنتي. Thank you.
خفي شوي. أنتِ حبيبتي، بحضن أمك، سهام أمك الحقيقية. سهام، أنا ما عم بفهم شي. بنوب بنتنا هي بنتنا؟ ابننا مات وأنا عم بولده يا أحسان، وما قدرت خلف لك ولاد. إيه؟ شو وين التانية؟ أمينة؟ ما في غيرها. كيف ما في؟ البنت توفت. توفت؟ الله يرحمها. تسلم. مارق بهالوضع، مثلنا أربعة من قبل، بس الحمد لله بالأخير الله طعمنا. بس شوف، نحمد الله بعتلنا بنت تانية. سبحان الله كيف رتب لنا هاي القصة. من زمان وأنا عم قلك خلينا نتبنى ولد، ما في داعي نحن نجيبه يعني. ايه صح. وقلت لي مستحيل تحبه ابدا، وما فيك تكون اب له. مزبوط. وغرام ما حبيته؟ لما تنادي لك بابا ما كنت تنبسط؟ هي هديه بعت لنا اياها الله، ومثل ما قالت امينه انا امه. حبك ماما. إذا أنت أمّا أنا أكيد أبوها، أبو غرام. أنا أبوها، بنتي غرام. بابا حبيبي تعال قرب لعندي. يا عمري أنت حبيبة قلبي. أوه. بابا ما عاد تتركنا أنا وأمي. ما رح أترككم. ليش فيني يا بنتي؟ أنتوا عائلتي اللي بحبها. العائلة ما بتنترك أبدا. سبعة وأربعين، ثمانية وأربعين، تسعة وأربعين، خمسين. فتح ورد الجوري يلي قدامي واللي وراي يتخبى منيح. غرام طلعي شفتك. خسرت. أنا أريج يا زكي، وغرام هني. محمد أي وحدة غرام؟ والله أنا ما ميزت بيناتهم، هن مثل بعض ما قدرت فرقهم. أنا أريج وأنا غرام. شو الحل؟ شايفة ما أحلاهم؟ عن جد حلوين، كتير مبسوطين. الله يحميهم. آمين.
تفضلوا القهوة. يسلموا إيديك يا أمينة. تفضلي. شكرا كتير حبيبتي. صحة وعوافي. الله يكتر خيرك يا أحسان بيك. ساعدت أولادي وشغلتني عندك. والله بعد ما توفى زوجي كنت عم بهلك لطعمي هالثلاث أولاد. خلص هالأيام صارت ماضي، نحن معك هلأ. والله رجعتوني على الحياة من أول وجديد. بالحقيقة نحن مدينين لإلك بالسعادة اللي عايشينها يا أمينة. أعطيتينا بنت بتشبه الملاك. نحن أعطيناكي شقفة غرفة بس، مهما أخدتي ما منوفيكي حقك. وشوفي الأولاد شو مبسطين مع بعض، ما في أحلى من شوفتهم هيك. عمو أحسان تجي تلعب معنا؟ أنا كبرت حبيبي، بتخسروني بسهولة. يلا لو سمحت عمو. إيه؟ يا عيني. يلا أمشوا، أنت الحارس. يلا إحسان. نعم. انتبه لا توقف. فرجيني شو رح يطلع معنا. هلا شوف اللعب. تعي عادي حبيبتي. هداها منيح عمو أحسان. إيه والله. يلا أمي أضفت لك هي الوردة لإلك. يلا رح شوف. إيه يلا. برافو عليك ماما حبيبتي. وهي الوردة لإلك حبيبة قلبي. شو طلعني شو طلعني حبيبتي انت. برافو برافو يا ماما. يلا حضر حالك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.